بعد النجاح الكبير اللي حققته سلسله اغرب الحسابات على تيك توك واللي بقول لكم ما تبحثوش عنها فبتروحوا وتبحثوا عنها وتودونا في داهيه، قررت ان انا اخلي الحلقه دي من سلسلتكم المفضله اغرب الحسابات على تيك توك. في الحلقه دي هنشوف اغرب الحسابات الموجوده على تيك توك، بعض الحسابات هتكون مرعبه وبعضها غامض. وكالعاده يا صديقي احب احذرك واقول لك اوعى تبحث عنها اوعى تبحث عنها اوعى تبحث عنها. في البدايه لو اول مره تشوف الشخص اللي قاعد قدامك دلوقتي فاسمح لي اعرفك بنفسي، انا اخوك عمر محمد بقدم محتوى قصص رعب وغموض، فلو بتحب النوع ده من الفيديوهات ما تترضيش ثانية واحدة ان انت تشترك في القناة وتفعل الجرس واختار الكل وعرفني على نفسك تحت في الكومنتات. اما لو عجبك الفيديو واستمتعت بيه فما تنساش تضغط لايك، لان اللايك بيفرق معايا جدا وبيدعمني نفسيا. وبدون اطالة وكلام كتير في المقدمات، بسم الله فلنبدأ. مارو مارو هو انت فين؟ مارو مارو انت اختفيت؟ مارو مارو هو انت جيت؟ مارو مارو انت اتخبيت؟ عشان فاهم مش حافظ خايف اني انسى، بحرق في المشهد كاني نهايه المسلسل. عرض القفا هو مستك مرموس يعني مستا منع كل الكومنتات زي ميدو على الانستا. اول ما انتشر فيروس كورونا حصل جدل كبير بين الناس، مجموعه من الناس شايفه ان الفيروس مصنع، والمجموعه التانيه شايفه ان سبب المرض هو قوم ياجوج وماجوج اللي عايشين في الصين واللي بياكلوا كل حاجه تقابلهم حرفيا، خفافيش، حشرات، فراخ، كلاب، اي حاجه ممكن تتاكل يا صديقي بياكلوها. اما الفريق الثالث هو فريق مختلف تماما عايش على كوكب زمرده وشايف ان الفيروس ملوش وجود من الاساس. واحد من حسابات التيك توك الغريبه والمشهوره والمعروفه بتصنيع الفيروسات واللي الكل بدا يتكلم عنه في الفتره الاخيره، شخص بيمتلك مختبر صغير بيصنع فيه مجموعه ضخمه من الفيروسات. الغريب جدا ان في عدد كبير جدا من الناس بتتابعه ومصدقه اللي بيعمله، وناس كتير جدا بتؤكد ان الشخص ده هو فعلا صانع فيروسات. تعالوا نشوف اهم الفيديوهات اللي عنده واللي جايبه ملايين المشاهدات واللايكات. الفيديو اللي هتشوفه دلوقتي يا صديقي جايب اكتر من 2 مليون لايك واكتر من 29 مليون عمليه مشاهده. كنت بعتقد في البداية ان الشخص ده قاعد بيلعب وان هو ما بيعملش اي حاجة مفيدة في حياته، ولكن بعد ما شفت الفيديو ده حسيت ان هو فعلا بيعمل فيروسات حقيقية. ده غير ان كل حاجة بيصنعها بيديها لقب معين واسم معين. Mother, I bring you fresh prey. بدأت أغوص أكتر وأبحث في حساب الشخص ده لحد ما لقيت مجموعة من الفيديوهات الغريبة، ولقيت فيديوهات كان بيهزر فيها وبيضحك وبيتكلم بدون جدية. الفيديو اللي خلاني اشك في الموضوع هو فيديو كان فيه مادة بلاستيكية خضراء، ده غير ان هو كان حاطط مادة فسفورية عشان تدي اضاءة ويبان ان الموضوع جامد جدا. تعالوا نشوف الفيديو اللي خلاني ابدأ اشك في الامر.
وبعد ما شفت الفيديوهات يا صديقي اتمنى تقولي في الكومنتات، هل انت بتعتقد ان الشخص ده فعلا قاعد يصنع فيروسات حقيقيه، ولا هو مجرد شخص بيعمل شو عشان الناس تتكلم عنه وتقول ان هو بيصنع فيروسات؟ ولو انت عايز رايي الشخصي فانا ممكن اثق في ابليس ولاقيه نثق في تيك توكر في يوم من الايام، ولكن رايك يهمني جدا يا صديقي، فقول لي رايك تحت في الكومنتات. الحساب اللي بعده هو حساب لبنت بيحصل معاها مواقف غريبه جدا في البيت، حاجات غريبة جدا بتحصل مستحيل تحصل في بيت طبيعي، المواقف غريبة ومرعبة جدا بشكل لا يصدق. وهي قاعدة في البيت بدون اي مقدمات ممكن تلاقي حاجة بتتحرك من مكانها، او شبابيك بتتقفل وتتفتح، او حاجة بتتسحب زي ما هتشوف في الفيديو دلوقتي. في فيديو تاني كانت البنت ماسكة التليفون وبتصور الطرقة بتاعتها بالليل، وفجأة شافت جن واقف قدامها ماسك الهدوم وباين ان هو شخص حقيقي، ومجرد ما قربت الكاميرا منه وبدأت تصوره على الفور اختفى. حتى في اوضه النوم والدولاب بتاعها كانت بتسمع اصوات غريبه جدا، وطول الوقت كانت بتسمع اصوات خبط جايه من الدولاب، ولما بتفتح الدولاب بتكون الصدمه. حتى يا صديقه وهي نايمة ومشغلة كاميرا المراقبة بتبدأ تلاحظ حاجات غريبة في البيت، زي ان الاساس بتاعها بيتحرك بشكل غامض ومرعب جدا. وبعد ما خفت يا عزيزه وقعدت تبص يمين وشمال وتبص تحت السرير وتشوف هل في حاجه بتتحرك من مكانها في الاوضه اللي انت قاعد فيها ولا لا، البنت دي عملت حركه اثبتت لي فعلا ان انا ممكن اثق في ابليس ولا اني اثق في توك توكر في يوم من الايام. تعالوا نشوف الفيديو اللي هيصدمنا كلنا. Снимаем мистический ролик за 10 минут. С вас лайк и подписка. Чем тяжелее предмет, который нужно двигать, тем толще должна быть леска. Крепко привязываем ее к дверце. Проверяем, потому что леска может оторваться в самый неподходящий момент. Для того, чтобы предмет двигался как будто бы в стену, мы просто делаем дополнительный зацеп лески. Не разворачивайте кастрюлю за ручку, это сразу вас выдаст. Тоже проделываем с краном, просто привязываем леску к нему и поднимаем, чтобы пошла вода. Надеваем перчатки, чтобы не порезать руки. Уже на монтаже добавляем мистический свет и эффекты. Ну а затем встаем так, чтобы нас не захватила камера, и дергаем лески. زي ما شفت يا صديقي البنت طلعت في فيديو ووضحت ان هي كانت بتضحك على متابعينها، وان الفيديوهات اللي كانت بتعملها ما كانتش فيديوهات حقيقيه، بل انها كانت بتربط خيط او اي حاجه عشان تحرك الشيء اللي هي عايزاه وتخفي ده في الكاميرا او المونتاج، وده يعرفك وياكد لك ان مش كل حاجه تشوفها على السوشيال ميديا لازم تصدقها. الحساب اللي بعده هو حساب غريب جدا، الحساب لشخص مقرف جدا، بشع جدا، زباله جدا، اي شتيمه عايز تقولها وحط جنبها جدا. ربنا خلق الانسان انسان، ولكن احيانا الانسان بيتمنى ان هو يكون ابشع من الحيوان، شخص من عبده الشيطان جسمه مشوه بطريقه تصيبك بالغثيان. وخد بالك يا عزيزي لان اللقطات اللي هتشوفها دلوقتي ربما تكون مقززه ومضحكه في نفس الوقت. زي ما شفت في الفيديو الشخص وشه مليان بالوشوم وشكله بشع جدا، كمان قاعد بياكل الحشرات هكونا مطاطا. ولو بتعتقد ان ده مجرد شخص متوحد وملهوش اصدقاء، فلا يا حبيبي غلطان، عنده اصدقاء تشرف، وتعالوا نشوف اشكالهم. الفوفو يورا اندا باخاندو موراس نادا اللي با باسار اندا كون جنت بين كاكورا. الكاتشورو الجو تراما اندا اوريناندو كاماس. لما والدتك تدعي عليك وتقول لك ربنا يوقف لك ولاد الحرام في طريقك فبتكون دي النتيجه. وفي فيديو تاني كان قاعد الشخص المقزز ده يسوي اغراء،
بتعتقد طبعا ان هو مش مغري، ولكن يا عزيزي ويا عزيزتي شوفوا الشخص ده بيعمل ايه وتعلموا منه فن الاغراء. طبعا يا عزيزي كمية اغراء مش طبيعية في الفيديو خلتني مش قادر امسك نفسي، فهقوم كده اقول له كلمة على السريع وهجيلكم تاني. لو لسه بتغسل سنانك كده عادي يا صديقي زي الانسان الطبيعي، فاحب اقولك انك غلطان جدا، لاننا دلوقتي في سنة 2022 في طريقة مبتكرة. وبس دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. حبيت اخلي الحلقة النهاردة مختلفة ولطيفة وظريفة، بقالنا وقت طويل جدا عايشين جوه نظرية المؤامرة وبنعمل فيديوهات تقيلة ما بنعرفش نهزر فيها، فحبيت كده اخلي الحلقة دي جوها لطيف ومختلف عشان وحشني جدا الهزار والكلام معاكم بتلقائية. فاتمنى اكون كنت ضيف خفيف عليكم في الحلقة دي، وان شاء الله الجاي افضل. لو عجبتك الحلقة وحابب ان احنا نستمر في النوع ده من الفيديوهات من وقت للتاني، فما تنساش ان انت تضغط لايك، كمان ما تنساش تاخد الحلقة وتبعتها لصديقك المقرب وتعرفه على مارو وجيش الابطال، وتأكد يا صديقي انك مشترك في القناة. ولو حابب تبقى قريب مني جدا فالانستجرام بتاعي هتلاقيه في الكومنت المثبت تحت. في النهاية خد بالك من نفسك وخليك في امان لحد ما اشوفك على خير في مقطع جديد، والسلام. بعد البحث عن مصدر الفيديو كان من الصعب جدا الوصول لاي نتائج، ولكن اللي قدرت اوصله في النهاية كان صادم، وهو ان الفيديو ده معمول من قبل مخرج افلام محترف قرر ان هو يستخدم كل الحيل والادوات اللي اتعلمها في حياته.